حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: تظاهر في عدن للمطالبة بعودة المحافظ عبد العزيز المفلحي. تقرير لعدن الغد يتحدث عن دولة بلا مخابرات. القدس: الطفل العبقري، هندي في 12 من عمره ويفوق أينشتاين. بي بي سي: ماليزيا تعتذر عن طبع علم أندونيسيا مقلوبا في كتاب تذكاري. أهلا بكم. انتقد تقرير لموقع عدن الغد عدم وجود معلومات عن الخلايا الإرهابية والهجمات لدى الحكومة، وأعاد التقرير السر في ذلك إلى ما وضعه في عنوان بارز للتقرير: دولة بلا مخابرات، الحلقة المفقودة من سلسلة تأمين الجنوب. وقال الموقع: حظيت الحكومة اليمنية بدعم مباشر من التحالف الذي تقوده الرياض. الدعم كان موجها لوحدات عسكرية وأمنية، لكن أي من هذا الدعم لم يوجه لتفعيل جهاز المخابرات الغائب فعليا منذ عامين ونصف، عدا حضوره في الصورة شكليا حينما قاد الحوثيون المدعومون من طهران مع حلفائهم من قوات الرئيس المخلوع حربهم على الحكومة قبل تقدمهم جنوبا. شكل عمل الجهاز المخابراتي حينها عاملا مكن تحالف القتال شمالا من إحداث اختراق واسع للجبهة الداخلية جنوبا. يوجد في عدن عدد هائل من الفصائل والقوى المسلحة، وتتلقى هذه دعما مباشرا من قوات التحالف العربي والحكومة اليمنية، لكن تبقى العملية الأمنية ناقصة مع غياب عمل الجهاز المخابراتي، ما يحول دون التئام سلسلة التكامل الأمني وفعاليته على النحو المطلوب بفقدانه تلك الحلقة المهمة. وقال التقرير إنه منذ ما بعد الحرب لم تفعل أو تفتح مباني جهاز الأمن السياسي في مدينة عدن أو المدن المجاورة لها، وظهر أن الجهاز حاضر عبر بعض المناصب القيادية، لكن دوره في تعزيز الأمن والحد من انتشار الجريمة والإرهاب غائب وباهت. العنوان الرئيسي الذي تصدر موقع المصدر أونلاين: العشرات يتظاهرون في الشيخ عثمان بعدن للمطالبة بعودة المحافظ المفلحي. وقال الموقع إن العشرات من سكان مدينة عدن نظموا تظاهرة في منطقة الشيخ عثمان للمطالبة بعودة المحافظ عبد العزيز المفلحي. وبحسب مراسل المصدر أونلاين فإن المظاهرة جابت شوارع المنطقة، وهتف فيها المتظاهرون بشعارات تنادي بضرورة عودة المحافظ عبد العزيز المفلحي الذي غادرها إلى الرياض. وكانت المدينة قد شهدت توترا يوم السبت بعد مواجهات محدودة بين مسلحين وقوات الأمن في ساحة العروض على خلفية مقتل مسؤول أمني الأسبوع الماضي. وجاء التوتر بعد أسابيع من الهدوء النسبي حاول خلاله المحافظ المفلحي الاهتمام بالخدمات، وهذا ما انعكس على الأرض من خلال مشاريع عديدة لإعادة إعمار المدينة. تعلق الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على ما تشهده الساحة من صراع بين شريكي الانقلاب، وتقول في مقال نشر في موقع قناة بلقيس: يسوق المخلوع نفسه وابنه وحزبه كبديل للحوثيين، لكن مشكلته الكبرى أنه غير قادر على التخلص منهم وتطهير المؤسسات والمناطق من نفوذهم. لديه حضور استخباراتي وإعلامي أكثر من الحوثي ربما، لكنهم الأقوى عسكريا منه بعشرات المرات، يعني بعد أن سلم لهم سلاح الدولة وعتادها وعبد لهم الطريق إلى المؤسسات والمعسكرات والمدن، فإن أقصى ما يستطيعه الآن إقامة مهرجان خطابي فارغ المحتوى يحشد له عشرات الآلاف دون غاية وطنية أو هدف أخلاقي. جوهر ما يقدمه المخلوع من عروض عبر وسطاء ومندوبين لم يتوقف يوما، يتضمن أن يتولى التحالف والقوى المساندة للشرعية بما فيها الإصلاح والمقاومة والجيش الوطني مهمة تخليصه من الحوثيين وإعادة نفوذه ونفوذ حزبه وعائلته في الحكم. لسان حاله: سأتحالف معكم ضد الحوثيين الذين لم يعد بمقدوري قتالهم والانتصار عليهم إلا بكم وعبركم. فما هو إذن الإغراء الذي يقدمه خائن لم يعد لديه إلا سجل طافح بكل جرم
وبأنه ليس له عهد ولا ميثاق، لا شيء. هذا المسخ لم يعد بمقدوره تقديم شيء، ويطلب بالمقابل كل شيء. شقيقة أحد السجناء والذي توفي داخل سجن في عدن تحدثت لموقع الموقع بوست وقالت إن السبب الأول لاعتقال أخيها كان بفعل تشابه اسمه مع اسم شخص آخر في تنظيم القاعدة، وأضافت أن أخاها أصيل ناجي ذا 24 عاما لم يكن المطلوب في البداية، ليتم بعدها اتهامه بالاشتباه بالانتماء للتنظيمات الإرهابية، ومن ثم اعتباره عهدة والحفاظ عليه في السجن حرصا من المحيط الخارجي. وتتحدث شقيقة أصيل عن الوضع الذي عاشه أخوها طيلة 13 شهرا، حيث قضى الأشهر الأولى له في عنبر جيم والمعروف بعنبر طيور الجنة دون أن يشكو من أي تعذيب، وينقل بعدها إلى عنبر آخر، وكان يهتم بزملائه ويعلمهم الكتابة والقراءة. وتضيف تعرض أخي لتعذيب شديد بحجة امتلاكه لهاتف النقال، وقد كانت فريا لتبرير تعذيبه. يذكر أن قضية المعتقل أصيل ناجي تعد الثالثة من نوعها في السجن المركزي بالمنصورة، فقد سبقه اثنان من المعتقلين هما ريمي محمد وحلمي عبد الحليم، حيث توفيا داخل السجن في ظروف غامضة. تزداد مكانة شبكات التواصل الاجتماعي كونها وسيلة مهمة للحصول على المعلومات والتعرف على آخر الأخبار وتبادل الأفكار من خلال الحوارات البناءة والاستماع إلى الآراء المختلفة لإثراء المعرفة، لا سيما إذا كان مستخدموها على درجة عالية من الوعي والنضج الفكري والحس المسؤول نحو المجتمع والوطن بعيدا عن العصبية والتعصب. هكذا بدأ أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء وديع العزعزي مقاله المنشور في موقع الوحدوي نت مضيفا: للأسف فإن واقع حال هذه الشبكات في اليمن والمتتبع لعادات ودوافع مستخدميها من قبل اليمنيين يجد أنها أصبحت ساحة خصبة لارتفاع معدلات الكراهية والتعصب، وتحولت إلى أداة للتحريض ضد بعضهم البعض وكيل الشتائم لكل من يختلف معهم بالفكر وبالرأي أو بالحزب والجماعة. جعلوا من شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة لنقل الإشاعات وتبادل الأخبار الكاذبة والقدح في أعراض الآخرين والتجريح في ذمتهم دون أدلة أو براهين. لماذا لا يتم توظيف هذه الشبكات الاتصالية والتي سميت اجتماعية في توطيد العلاقات الاجتماعية وتعميق المشاعر الإنسانية وتوسيع مساحة المحبة ونشر قيم التسامح والعدل والسلام، والتي هم اليوم في أشد الحاجة إليها؟ أصبحت هذه الشبكات وسيلة للبعض للبحث عن الشهرة ولفت الانتباه من خلال كتابة منشورات أو بث فيديوهات لقضايا مثيرة للجدل تعزز الفرقة وتزيد الخصام لأجل زيادة عدد المتابعين والمعجبين. قلما تجد اليمنيين يتحدثون في شبكات التواصل الاجتماعي عن المستقبل والبناء والنجاح والغد والأمل والعيش المشترك والاستقرار. تجد منشورات وكتابات لتبادل الاتهامات والترويج للإحباط واليأس. صرت أكثر قناعة أن التغيير الحقيقي في اليمن يبدأ من الفرد نفسه بفكره وسلوكه وبما يعكس الاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي. في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم نطالعكم بهذه العناوين، أولها من عدن: المئات يشيعون الشاب عمرو بكريتر ومسؤول محلي يكشف مصير قاتله، وعنوان آخر: إطلاق نار وسط صنعاء وانتشار كبير لقوات الحرس وعدوان حوثي على منصة السبعين. ومن مأرب: مواجهة عنيفة بين الجيش والميليشيا في وادي الربيعة، وعنوان آخر من أبين: تجدد الاشتباكات في جبهة ثرى وقائد الجبهة يناشد لدعم المقاومة الشعبية. في عنوان بارز لموقع المشاهد نت: فريق نزع الألغام ينتهي من المرحلة الأخيرة من نزع كافة الألغام في الجهة الغربية لجامعة تعز. وقال الموقع إن رئيس جامعة تعز محمد الشعيبي مع العميد طاهر الحميدي رئيس الشعبة الهندسية لنزع الألغام بقيادة محور تعز قام بزيارة فريق نزع الألغام عن الأسوار الغربية للحرم الجامعي، وحث رئيس الجامعة رئيس شعبة نزع الألغام على مواصلة استكمال المرحلة الأخيرة من أجل تأمين كافة المنافذ الغربية من أسوار الحرم الجامعي. وطمأن رئيس الشعبة الهندسية لنزع الألغام طمأن كافة أولياء الأمور والطلبة وكافة منتسبي جامعة تعز
بأن الحرم الجامعي أصبح خاليا من أي مخاطر، وحاليا سوف تستكمل المرحلة الأخيرة المتعلقة بأسوار الحرم الجامعي في الجهة الغربية. وأوضح مصدر إعلامي في الجامعة أن فريقا متخصصا قام بنزع عشرات الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في الأجزاء الجنوبية والغربية للجامعة. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الحوثيون يتهمون صالح بالابتعاد عن الشراكة، كما عنونت صحيفة العربي الجديد، حيث عقبت جماعة الحوثي رسميا على الخطاب الذي ألقاه صالح متهمة إياه بالابتعاد عن الشراكة معها من خلال قرار اتخذه وليس إشكاليات، كما اتهمت حزبه بتلقي توجيهات لتشويه صورة الجماعة ممن وصفتهم بالعدوان. وفي بيان للمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، اطلع العربي الجديد على نسخة منه خاطب صالح بالقول: كان لكم أنتم دهاقنة السياسة، كما تسمون أنفسكم، أن تفعلوا ما لديكم من أدوات لدعم الجبهة العسكرية، لكن لا ذا تأتى ولا ذا حصل. وبعد أن كان صالح وفي خطابه الذي ألقاه أمام اجتماع لحزبه تحدث بسياق هجومي عن ملازم الحوثيين الفكرية، جاء الرد من الحوثيين، حيث قال عبد السلام: بشأن الملازم فمضحك أن تتحدث عنها وأنت من عرفت قبل غيرك ماذا صنعت من مواقف وأحيت من مبادئ صمدت في وجه الحروب الست، ولا تزال تصنع فعلها في الميدان في مواجهة العدوان، وتمنع على الغزاة الجدد أن يبتلعوا اليمن. يأتي هذا الرد في ظل أزمة حادة بين شريكي الانقلاب، وصلت إلى خطابات وبيانات مباشرة توجه الانتقادات اللاذعة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين اللذين دخلا في حلف ضرورة منذ نحو 3 أعوام. اليمن يحيي قطاع الصيد البحري، كما أوردت صحيفة الحياة اللندنية، ونقلت عن وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين تأكيده على استمرار مساعي وزارته لتحسين وضع منشآت القطاع السمكي والصيد التقليدي وتعزيز معيشة الصيادين من خلال استكمال تعويض المتضررين نتيجة الحرب وإعصاري تشابالا وميغ في المحافظات الشرقية. ولفت كفاين في بيان صحفي إلى تسليم أكثر من 500 قارب ومحرك للصيادين المتضررين، كما اعتمد 100 قارب ومحرك لصيادي محافظة أبيان و100 محرك لصيادي أرخبيل سقطرى، وستتواصل عملية تعويض المتضررين المتبقين في الأشهر المقبلة. وقال إن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى الصادرات السمكية وحل الإشكالات المتعلقة بهذا النشاط، حيث عقد لقاءين مع مصدري الأسماك في المكلا وعدن، وفتح مكتبا لهيئة مصائد البحر العربي في منفذ الوديعة لحل الإشكالات المتعلقة بتصدير الأسماك في المنفذ. أسافر في أنحاء العالم العربي وأفغانستان مع قائد سلاح الجو الأمريكي الجنرال ديفيد جولدفين ووزيرة سلاح الجو هيذر وولسون ومساعديهما. هكذا بدأ الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان مقاله المنشور في نيويورك تايمز، مضيفا: نحن نتواجد الآن في قاعدة الإعداد الجوية العملاقة في قطر، والتي تدير منها أمريكا حاليا كامل الحرب الجوية ضد داعش في سوريا والعراق وأفغانستان. مع كل الأخبار الواردة من تشارلوتسفيل، انتابني شعور بأنني موجود في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ. ثم نظرت من حولي هنا وأصبحت الصلة مع تشارلوتسفيل واضحة. ما عليك سوى أن تلقي نظرة واحدة وحسب إلى فريقنا المسافر والطواقم في هذه القاعدة حتى تدرك على الفور لماذا نحن أقوى بلد في العالم. ليس لأننا نمتلك طائرات F-22، وبالتأكيد ليس لأننا نتبنى عقيدة تفوق البيض، بل لأننا نتبنى التعددية، ولأننا ما نزال قادرين على أن نصنع من المتعدد واحدة. أنا تفوقي تعددي، كيف يمكن ألا أكون كذلك؟ إنني أنظر من حولي فأشاهد قائد سلاح الجو الأمريكي المنحدر من أصل يهودي أوروبي شرقي، وهو يقدم تقاريره لامرأة هي وزيرة سلاح الجو، والتي كانت من بين أوائل النساء اللواتي تخرجن من أكاديمية سلاح الجو، والتي أكبر مساعديها امرأة أمريكية أفريقية برتبة لافتنانت كولونيل.
وقائد القاعدة هنا في قطر والذي يشرف على كل الحرب الجوية من أصل أرمني، ونائبه الأعلى من أصل لبناني. في مركز المراقبة تم تقديم لجنديين أمريكيين يتحدثان الروسية، يتوليان ما بين 10 إلى 12 مرة في اليوم التحدث عبر الخط الساخن المحلي مع مركز القيادة الروسية في سوريا لضمان عدم تصادم الطائرات الروسية مع طائراتنا. السبب في أن أمريكا هي القوة المطلقة في هذه المنطقة يعود إلى حقيقة أن الجيش الأمريكي يستطيع استيعاب كل هؤلاء الناس المختلفين ويقوم بتحويلهم إلى قبضة. كما أن السبب الرئيسي في أننا متمسكون بهذه المنطقة ولا نستطيع الخروج منها هو أن الكثير جداً من الدول القومية والناس هنا يتقاتلون فقط من أجل تحقيق أحلامهم الحصرية بالتفوق، تفوق الشيعة وتفوق السنة وتفوق العلويين وتفوق طالبان وتفوق التركي والتفوق الفارسي. وباستثناءات قليلة لا يستطيع هؤلاء توليد تقاسم للسلطة يستطيع أن يديم نفسه، وهو السبب الكامن وراء استمرار إلحاقنا الهزائم بأسوأهم، وهم يستمرون في خسارة السلام لأن أفضلهم لا يستطيعون تقاسم السلطة لأمد طويل وعميق بما يكفي لبناء استقرار دائم. من أخبار صحيفة القدس العربية المنوعة ما أوردت عن راهول الطفل الهندي الذي يعتقد أنه أذكى من أينشتاين، حيث توج الطفل ذو الأصول الهندية راهول البالغ من العمر 12 عاما بلقب الطفل العبقري لعام 2017 بعد نهائي متوتر مع أصغر المشاركين في المسابقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في بريطانيا. ووفق صحيفة ذا ميرور البريطانية فإن راهول يعتقد أن لديه أعلى معدل ذكاء من ألبرت أينشتاين، وكان قد دفع إلى المسابقة من قبل والده مينيش وأمه الصيدلانية كومال للفوز بلقب مثير في المملكة المتحدة. وقد أثار راهول إعجاب مقدم المسابقة ريتشارد عثمان بسبب معرفته بأعمال عالم اللغة الإنجليزية إدوارد جينر في دور النصف النهائي، وتمكن من استخلاص اللقب بعد الإجابة عن سؤال حول الفنانين من القرن التاسع عشر ويليام هولمان هانت وجون إيفرت ميلز. وحول فوزه قال راهول لوسائل الإعلام: أنا مسرور للغاية بالفوز، وتمكنت من الفوز بفضل الإصرار. وهنأ الطفل منافسيه أيضا لاستطاعتهم تجاوز الاختبارات إلى النهاية. في عنوان بارز لموقع شبكة البي بي سي: ماليزيا تعتذر عن طبع علم إندونيسيا مقلوبا في كتاب تذكاري. وقالت الشبكة: اعتذرت ماليزيا عن طبعها علم إندونيسيا بالمقلوب في كتاب تذكاري خاص بدورة ألعاب جنوب شرق آسيا، فبدلا من طباعة الخط الأحمر الأفقي في الجزء العلوي للعلم يليه اللون الأبيض، طبعت ماليزيا اللون الأبيض يليه اللون الأحمر، فجاء العلم أشبه بعلم بولندا. وزار وزير الشباب والرياضة الماليزي خيري جمال الدين نظيره الأندونيسي إمام نهراوي في مقر إقامته في فندق في كوالالمبور معربا عن أسفه شخصيا، وقال خيري لنظيره: تقبل خالص اعتذاري عن الخطأ، لا يوجد أي سوء نية، أعتذر بشدة عن هذا الخطأ، أنا آسف. تحدثت صحيفة البيان عن أن قناة ABC الأمريكية قامت بنشر تقرير في عام 1979 أي قبل 38 عاما عن موعد كسوف الشمس الذي سيحدث يوم 21 أغسطس 2017. تضيف الصحيفة: تستعد 14 ولاية أمريكية لاستقبال ملايين الزوار الذين سيحضرون لمشاهدة كسوف الشمس الكلي. وكسوف الشمس الكلي المنتظر ظاهرة ستحدث مرة واحدة في القرن الحالي، وسيغرق أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة في الظلام. ويتوقع أن تبدأ الظاهرة بعد 9 صباحا بقليل بتوقيت الساحل الغربي، وتنتهي بعد 4 عصرا بتوقيت الساحل الشرقي. تتابع صحيفة القدس العربية الأحداث المرتقبة في صنعاء، ولأجل ذلك خصصت اليوم افتتاحيتها والتي ورد في جزء منها: تحشيد صالح لأنصاره في صنعاء لا يمكن أن يقدم تفسيرا كافيا لاعتبار الحوثيين ذلك طعنة في الظهر، ولعل رد المؤتمر عليهم بالقول إنه لا يبيع الوطن يوضح المسألة أكثر. فالواضح أن ثقة الحليفين ببعضهما البعض معدومة، فبين الحوثيين وصالح تاريخ طويل من الصراع الدموي،
والسبب الوحيد الذي يمنعهما من استكمال الصراع العنيف المكشوف هو الخوف من أعدائهما المشتركين. والحال إن وضع خصوم الحوثيين وصالح ليس أفضل، فالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لا تستطيع عملياً حماية رئيسها عبد رب منصور هادي من خطر الجماعات المسلحة التي تتحكم بأمور العاصمة المؤقتة عدن، وبعض هذه الجماعات ترتبط مباشرة بالإمارات العربية المتحدة والتي تعمل على خطوط أمنية وسياسية معقدة، بينها دعم بعض حركات الانفصال الجنوبية وتشكيل قوات خاصة تابعة لها وإدارة سجون ومعتقلات، وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقة مع علي عبد الله صالح من خلال ابنه المقيم في الإمارات. كما أن الأنباء التي نشرتها القدس العربي الأسبوع الماضي عن تشكيل قوات حماية سعودية لعبد رب منصور هادي لحمايته من القوى الموالية للإمارات دليل آخر على حصول تصدع في جبهة الحليفين الأساسيين داخل اليمن، وهو ما يعكس نفسه بأشكال عديدة. صحيفة العربي الجديد وثقت بالصور آليات إسرائيلية تقوم بهدم مساكن فلسطينية جنوب الضفة الغربية. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.